عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طلال قناة طلال فين 3. اليوم جايبكم مقطع هو عن تحدي الدرافت تشالنج اللي عاملين له تبع البانديت. إذا ربحت 12 مرة بيعطوك البانديت، إذا ربحت مرات بيعطوك 25,000، إذا ربحت 6 مرات بيعطوك صندوق السحري، وإذا ربحت 4 مرات بيعطوك 8,000، وإذا مرتين صندوق الذهبي. كان الدخول الأول مرة مجاني، وصلت 0 وخسرت 3 مرات، يعني ما ربحت ولا مباراة، فأخذت يعني بس 700 جولد و10 بطاقات، ووحدة منهم نادرة، فما أخذ شيء بالمرة. بس هلأ بدي أحاول أدفع 100 جوهرة وإن شاء الله بوصل على 12 وأخذ البانديت. وخلينا نبدأ. بسم الله، دفعنا 100 جوهرة وفتنا تحدي البانديت درافت تشالنج. وأنا كان معي 467 جوهرة، صار معي 367، دفعنا 100 جوهرة ولسه أتل البانديت سون، يعني ما طلعت هون لسه أتسون. فلذلك أنا ليش عملت مرة تاني 100 جوهرة؟ لأنه هلأ عطول كل ما بهجم هون بربح، كل ما بهجم بربح، فلذلك قلت بركي هون هيك نفس الشيء كمان، فهلأ بدي أجرب هيك. أما لما صفر كنت كل ما بهجم أخسر، كل ما بهجم أخسر، فلذلك يعني هلأ بدي أجرب. إن شاء الله بوصل على 12 وباخدها، وباخد 25,000 و8,000 و11,000، مجموعهم 44,000 إذا بدي 12، يعني فيني أشتري النايت ويتش أول ما بتطلع كمان، بالإضافة مع الباند إذا أخذ 12. بس مبارح صار معي جليتش، يعني بحياته يمكن ما حد صار معه. كنت كؤوسة 1600، من هذا الجليتش نزلوني 400، صرت 3200، بس هلأ رديت رفعته. شو هو الجليتش؟ كان كل ما بهجوم بدون ما ألعب، بدون ما أستنى ولا ثاني، بحطولي صرت 3 نجوم. كل ما أكبس باطل برده بحطولي هيك، كل ما بكبسها هيك. عم جرب أنا فما بعرف شو ليش هالجليتش كان. شلت اللعبة ورديت حطيتها ومشي الحال، ورديت رفعت كوسال 3480. وطيب هلأ نبدأ التحدي الأول. بسم الله، طيب مينيون ولا فاير سبين؟ برأيي الفاير سبين. هاي مينيون هورد، صاروخ برأيي أحسن، لأنه إذا كان بقاله برجو نكشي يعني بعده. برأيي سبير أول بلين. طب هاد التحدي الأول، نقول له قدك ونبدأ. أعطاني البانديت. طب نحط غيلان أول شي هون، حط صاروخ عليه، باركي راح له بالمينيون هورد. ماتت سباركي، طب انا متقدم برجو 200 هلا. ده الصاروخ، هاي الصاروخ، وهاي مات ال شو اسمه ال أولير. هلا شو أحط؟ طب راح أحط المينيون هارت ورا، شوف شو بصير. بس ما يروح البرش،
اتليون بسهولي. هبدأ الصاروخ هلا احطه على الباولر والويتش. بس لو كنت صايب البرش كان يعني صاروخ تاني باخذ له اياه. لا 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 ايوه لحد يلا الصاروخ هلا. بس حط لي الباولير ورا بضربه عليه. هحطوه يمكن ما بصيبه يمكن صبته والله. طب هلا صاروخ الاخر وباخذ له الهاي ان شاء الله. يا ويلي لو كان مقوس البرج. طيب قدام هاي الصاروخ يهن هورد لحاله اخدوه. هاي فوزنا التحدي الاول. طيب الحمد لله وصلنا الاولى اكثر من هذيك المرة يعني على ليلي. طيب هلا نلعب الثانية بسم الله. رأيي الباولير لو أخذ تشبيك كان أحسن لي لأنه أخذ صاروخ. الراعي الجاينت بالمرة ما بعرف صدو إذا أعطيته إياه. برأيي الماينر لأنه عنده تعويذ تجميد. بلقات يعني بالمرة ما منح المرة فان شاء الله فوز. بلحق. طب كيف بدي صدون هدول لو معي الباولير؟ يا ويلي سكليتور اخذوا لي البرش. هو متقدم كتير علي. لا يا الله ضربت طيت الرجل مشان ما كان تروح عنده. جود جيم هو الرابح اكيد. هو الرابح خلاص. لانه كل بطاقاتي انا كبار يعني باولير ورويال جاينت ما بعرف كمان. طب رح كف عن جهة اليمين. بس هو صار له هجوم قوي من على اليسار. اخذ لي البرج الثاني. مثل ما قلت اخذ لي البرج الثاني. هو بس لو اخذ تعويذ تجميد انا. طيب بسم الله ان شاء الله يحط لي سكلتون. لا 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 ما جود جيم خلاص. استسلمت خلاص. هي بس لو اخذ تعويذ تجميد انا. خسرنا بالتحدي الثاني فعرفان انا يعني من بطاقات مبينه. طيب هلا بروح بجرب حالي بالتحدي العادي هون. اذا ربحت رح كفي اذا ما ربحت رح استنى شوي وكفي.
Yeah!